مرحبا يا شباب، سامعيني يا شباب؟ تمام دكتور. اوكي، طيب خلينا نكمل موضوعنا ونخلي اخر 10 دقائق ذكروني عشان نتكلم عن الامتحان. اوكي، في اخر المحاضرة بكون عشان يكون كل داخل اوريدي. احنا بلشنا بالمحاضرة اللي فاتت، بلشنا بشابتر جديد اللي هو شابتر 21 اللي بتكلم عن الترانزاكشن بروسيسنج، وهي الكتاب اللي هو المصري. حكينا بلشنا تكلمنا عن شو معنى ترانزاكشن، تكلمنا عن ترانزاكشن باوندري انه كل ترانزاكشن له بدايه وله نهايه، حكينا عن ترانزاكشن بروسيسنج سيستم، حكينا عن كونكرنسي، وحكينا عن الكونكرنسي كسي بي يو في عنده بتعامل معهم اول انترليفد بروسيسنج او بارالل بروسيسنج. لما يكون عندك وان سنجل سي بي يو في بتعامل مع انترليفد بروسيسنج، واذا كان في اكثر من سي بي يو فبتعامل مع البارالل بروسيسنج. وهذا الكلام احنا حكينا عنه لما رجعنا على الكتاب، نفس كتاب المصري الموجود عندك، وشفنا الرسمه هاي وحكينا مثلا عندي مثلا ترانزاكشن 1 وترانزاكشن، هي بدايه ترانزاكشن 1 وهي نهايه ترانزاكشن 1 وبدايه ترانزاكشن 2. حكينا انه ممكن في الترانزاكشن واحده يكون في عندي اكثر من كوماند او عمليه، مثلا اي بي، هلا عشان تكون نفس الترانزاكشن بيكون مثلا شغال على العمليه اي وبي واي وبي نفسها بنفس الوقت، يعني بيكون ماخذ اذا هذا في حال لحظه اذا كان وان سنجل سي بي يو. هلا اذا كان مثلا عندك 2 سي بي يو فبكون ممكن شغال في نفس الترانزاكشن اكثر من عمليه بنفس الوقت. هذا اللي تكلمنا عنه في المحاضره اللي فاتت، حكينا عن شيء اسمه الجرانيلاريتي اوف داتا ايتم، وحكينا عن الريد ايتم، حكينا عن الايتم داتا ايتم، وحكينا انه الداتا بيز هي عباره عن مجموعه من الداتا ايتم. الجرانيلاريتي اوف داتا ايتم اللي هو انه حكينا عنها دائما، ممكن تكون داتا ايتم فاليو، ممكن تكون ريكورد، او ممكن تكون ايش الديسك بلوك. واذا بتتذكروا قلت لكم ارجعوا اقراوا هذا الجزء كامل لانه مشروح كتعريفاتهم في السلايدات ملخص له، فارجع الكتاب على الشابتر نفسه تبع الترانزاكشن اوله لانه عرف هاي المصطلحات. هلا الاوبريشن، حكينا كمان انه الاوبريشن على الايتم اكس في عندي اللي هم تو اوبريشن رئيسيات، في ريد او رايت. هلا في الايتم اكس، هلا لاحظوا ريد ايتم، يعني هلا مثلا عندي ايتم انه داتا ايتم، داتا ايتم معينه في اكس اللي هو الفاريبل اوكي اللي بيتعامل معاه. هلا في شيء اسمه ريد ايتم وفي رايت ايتم. الريد داتا ايتم نيم اكس انتو بروجرام فاريبل، باخذ هاي القيمه اكس ده متغير موجوده في المتغير تو سمبليفاي اور نوتيشن، وي اسيوم ذات ذا بروجرام فاريبلز اولسو نيم اكس. يعني الداتا ايتم اللي هي الريد بتروح من خلال الاكس بتقرا على ميز. هلا في عندك ترانزاكشن، عندك تو ترانزاكشن الاوبريشن عليك، في عندك ريد رايت. هلا ريد رايت من وين بده يقرا؟ من الداتابيز. هلا فعليا الداتابيز وين مخزنه؟ على الهارد ديسك. اوكي، هلا لما بروح بده يقرا في شيء بنميز ما بينه، في شيء اسمه البفر، داتا بفر حنتكلم عنه شوي لقدام. هلا بروح بيجيب على الهارد ديسك، بيجيب محل ما هي مخزنه على البلوك، بيجيب بقرا بيجيبها. لما بيجي بالداتا ايتم بده يقراها بده يحطها في متغير اسمه ايش، نفس الاسم بنسميه اكس. فالداتا وين صارت؟ بعد ما قراها ريد ايتم من الداتا ايتم من خلال نيم اسمه اكس، حطها في المتغير اللي اسمه اكس. نفس الشيء الرايت، هي راد ذا فاليو اوف بروجرام فاريبل اكس انتو ذا داتا بيز نيم داتا ايتم اللي من خلال الاكس. هلا القراءة بروح على الداتا بيز بقرأ وبحط في المتغير. لما بدي اجي اكتب انا رايت داتا ايتم بروح من خلال المتغير بخلي اغير اللي بدي اياه في المتغير اللي اسمه اكس، من خلال الداتا ايتم الرايت اللي هي الاكس، فبروح المتغير بيعطي القيمة لداتا ايتم، والداتا ايتم بتروح بتكتبها على الداتا بيز. يعني العملية الرئيسية عندك في اللي هي الاوبريشن ريد ورايت، في عندك اسمه داتا ايتم، وفي شيء اسمه فاريبل. اوكي،
هلا حنشوف من خلال مجموعة من الأمثلة. هلا حتفهم الفكرة مظبوط. الريد أند رايت، الريد أند رايت الأوبريشن. هلا basic unit of data transfer from the disk يعني من الهارد ديسك to the computer للمين ميموري is بسموه disk block or page. اوكي يعني هلا انت لما سواء بدك تروح تقرا او بدك تروح تكتب على الداتابيز، هلا الداتابيز موجوده على الهارد ديسك. هلا الهارد ديسك بتعرف برحل الداتا على المين ميموري. اوكي في المين ميموري هو بتعامل بشيء بنسميه disk block، ديسك بلوك او البيج. الداتا ايتم اكس وات از ريد اور رايت بغض النظر كانت قراءه از يوجوالي بي ذا فيلد اوف سم ريكورد ان ذا داتابيس ثرو ايج ذا مي بي لارج يونت سوتش از ا هول ريكورد اور ايفن هول بلوك. يعني بتكون هول بلوك او ريكورد كامل. اذا الداتابيس موجود على هارد ديسك، بينها بتترحل لما بدك تروح بدها سواء بدك تقرا او بدك تكتب بتعدل، يعني بدها تروح يروح على ديسك بلوك بروح بوديه على المين ميموري وبتعامل معها. اوكي هلا طب كيف بده تصير عمليه القراءه والكتابه؟ الريد ايتم كوماند انكلود. هلا شو بصير؟ هلا بدنا ندخل بالتفاصيل لما نتخيل عمليه القراءه والكتابه. الريد نبدا اول شيء ستيب ستيب ريد. اول شيء عشان بده يقرا شو بيسوي؟ بروح اول شيء بيوجد الادرس اوف ذا ديسك بلوك ذات كونتين ايتم اكس. يعني مثلا انا بدي اروح اقرا الايتم اكس، الداتا ايتم اسمها اكس. الداتا ممكن يكون سجل، ممكن يكون حقل، مثل مثلا مثلا جدول الطالب، رقم الطالب، اسم الطالب. اوكي يعني هذا اللي هو الايتم اكس. اول شيء بده يجي يوجد عنوانه في الديسك بلوك. بعدين شو بيسوي؟ بروح بيسوي كوبي للديسك بلوك انتو ذا بفر. البفر وين موجود؟ في المين ميموري. If that disk block is not already in the same main memory buffer. هلا احيانا مثلا بدي اقرا، مثلا بقول لك اعطيني اسماء الطلاب. هلا راح اسماء الطلاب موجود في الداتابيز، الداتابيز موجوده في ايش؟ في الهارد ديسك. فبروح بجيب وين موجود مخزن عنوانها، بجيب الديسك بلوك هاد وبروح بنقله على المين ميموري. هلا بترجع بتقول بدي مثلا ارقام الطلاب. هلا احيانا ما بتروح بتجيب العنوان مره تانية. ليش؟ لان انت اوريدي الديسك بلوك وين مخزن. هلا هلا راح اقراه اول مره، قراه من وين جابه؟ من الهارد ديسك وده على المين ميموري. فبالتالي لاحظ مش هلا اذا جدولك سوي عليه كمان مره عمليه قراءه مره تانية، ما هو اوريدي موجود بالبفر في المين ميموري، فبالتالي ما حيروح يجيبه ايش من الديسك بلوك لانه اوريدي موجود وين؟ في المين ميموري. هلا بعد ما جابه صار في المين ميموري، كوبي ايتم اكس فروم ذا بفر to the program variable name x. هلا بروح بياخده من البفر الايتم اللي هو x وبروح القيمه او المعطيات اللي بده اياها اللي جابها مثلا اسماء الطلاب وراح خزنها في المتغير اللي اسمه x. صحيحين معي يا شباب؟ اذا عمليه الريد اول شيء بوجد العنوان اللي بده يقرا، عنوان مكان مخزن الديسك بلوك. بروح بنسخ بعدين الديسك بلوك هذا الموجود، بروح بنسخه على المين ميموري اذا كان مش ناسخه من اول، واذا ناسخه خلاص بكون ما بده مش بحاجه ينسخه. بعدين بروح بينسخ الايتم، بروح بي للبرنامج المتغير عشان احط فيه القيمه. هلا بعدين حسب الكوماند او الاوامر اللي انت اعطيته اياها، مثلا انه يستعرض لي، هاي عمليه القراءه. وضحت الفكره؟ صحصحين يا شباب؟ شباب سمعيني ولا؟ سمعينك دكتور تمام. يعني الامور واضحه. هذا بالنسبه لعمليه ايش؟ الريد. طيب تعال نيجي لعمليه الرايت. الرايت ايتم اكس كوماند انكلود ذا فولوينج. اول شيء بده يوجد الادرس، بعدين اوف ديسك بلوك ان ذا كونتين ايتم اكس، كوبي ذا ديسك بلوك انتو بفر نفس الحكي. كوبي لاحظ شو بسوي؟ كوبي ذا ايتم اكس فروم ذا بروجرام فاريبل نيم اكس انتو ذا ات از كوركت لوكيشن ان ذا بفر. هلا الكتابة عكس. هلا راح جاب العنوان، نسخ الديسك بلوك من الهارد ديسك للمين ميموري. هلا الكوبي ايتم اوف اكس فروم، لاحظ طلع النون من الفاريبل انتو ذا بفر بالعكس. هلا انت انا بدي اكتب معناه القيمة موجودة في المتغير في البرنامج،
هاي المتغير في البرنامج بده ينسخها للايتم اكس. هلا بعديها ستور ذا ابديت بلوك فروم ذا بفر باك تو ذا ديسك. يعني هلا انت مش قرات من المتغير، نسخت القيمه من المتغير على البفر اوكي على ديسك بلوك. هلا بعديها بروح باخذ الديسك بلوك عندك، شو بيسوي فيه؟ باخذه من المين ميموري بروح بوديه برجع وين؟ على عنوانه على الديسك. هذا الرايت. اذا احنا دائما عشان انت لما نيجي نتكلم هلا قدام ريد رايت بدك تتخيل انه هاي العمليه. هلا بدك تنتبه نقطه معينه، الترانزاكشن بيتعامل معها كوحده واحده. يعني هلا الترانزاكشن ممكن يكون جوا اكثر من عمليه اوكي، مثلا قرا من هون وكتب منه في ترانزاكشن. هلا الترانزاكشن من بدايته لنهايته يا بينفذ الترانزاكشن كامل. هلا اذا صار مشكله على الترانزاكشن كل الترانزاكشن خلص ما بتنفذ. يعني اعطيك مثال، يجيب بدك تسحب، بدك تسوي ترانزاكشن سحب من الاكاونت، مظبوط، بدك تسحب من اكاونتك لحسابك في البنك. هلا بدك تسحب 100 دينار، الترانزاكشن تبعك سحب 100 دينار اوكي، هاي الترانزاكشن. اول شيء بده يقرا حسابك، ثاني شغله بده يشيك اف حسابك فيه 100 دينار. بعديها شو بسوي؟ بروح بسحبك، يعني بده يسوي رايت. يعني بده نفترض انه حسابك فيه 1000 دينار، يجيب بدك تسوي ترانزاكشن سحب 100 دينار، بروح بيقرا حسابك، اذا كان حسابك فيه اكثر من 100 بسحبك، صح؟ هلا بسحبك معناه بده يغير يعني بده يكون في ريد وبده يكون في رايت، مظبوط ولا لا؟ ريد اول شيء قرا حسابك، سوى عمليه شيك انه حسابك اكثر من 100، بعدين سحبك معناه بده يرجع يعدل في قيمه حسابك، مظبوط ولا لا؟ هاي كلها ترانزاكشن واحد. طب لنفترض اجيت انت تسحب شيك على حسابك بعدين صار مشكله اوكي، فهلا هون شو بصير؟ فالترانزاكشن كلها كامل الترانزاكشن من بدايه لنهايته يا بتعطي ترو يعني بتتنفذ كامل بغض بجميع الكوماند اللي جواها، او اذا صار اي مشكله فيها فبالتالي كل الترانزاكشن ايش بده يسوي فيها؟ مش معقول يجي يخصم من رصيدك وما يكون اعطاك المصاري، صح ولا لا؟ فبالتالي هيك بيكون خصم عليك بدون ما يعطيك المبلغ او ال100 دينار، فهيهم بصير في خطا في رصيدك، صح ولا لا؟ واضح الفكره؟ فبالتالي كترانزاكشن لابد لما بنتكلم احنا على ترانزاكشن بنقول انه ترانزاكشن يجب ان يكون كامل. يعني اوكي طيب ترانزاكشن نوتيشن حتلاحظ في موجود في السلايدات، لاحظ مثلا تي 1 مقصود ترانزاكشن 1، تي 2 ترانزاكشن 2 اوكي. لما نيجي ممكن مثلا ريد 1 رايت 1 بعدين ريد 1 للواي، هون الاكس اللي هو الداتا ايتم، لاحظ ممكن يكون اكثر من عمليه في ترانزاكشن، لاحظ مثلا ريد رايت ريد بقرا قيمه بقرا قيمه ثانيه اوكي. اند هاي لاحظ بي بيجن للترانزاكشن وهي ايش الاند للترانزاكشن، هون بي بيجن للترانزاكشن 2 وهي نهايه الترانزاكشن 2 اوكي. واضحه الامور؟ طيب خلينا نشوف هلا هون، لاحظ هاي مثال، لاحظ تو سمبل ترانزاكشن اي ترانزاكشن، لاحظ هاي مثلا ترانزاكشن 1 وهي ترانزاكشن 2. ترانزاكشن 1 مثلا قرا قيمه الاكس، غير بعد ما قرا قيمه الاكس خصم منها ان، بعدين رجع عدل بقيمه اكس، قرا قيمه واي اوكي عدل على قيمه واي، بعديها رجع عدل على قيمه الواي. هون لاحظ ترانزاكشن 2 قرا قيمه اكس وعدل. هلا لاحظوا شو الفكره، احنا هذا الكلام هذا سهل جدا اذا كانت كل ترانزاكشن اوكي منفصله عن الاخرى. يعني اذا نفذت ترانزاكشن اول وخلصتها، نفذت ترانزاكشن الثاني وخلصتها، هلا هون ما في مشكله. ليش؟ لاحظ هون في ترانزاكشن 2 لما قرأ قيمة الاكس، هلا لاحظ قرأ قيمة اكس. طب هلا قرأ قيمة اكس هون، هلا اذا لاحظوا التنتين ترانزاكشن تنفذت في نفس الوقت، هلا هون الاكس اللي قرأ قبل التعديل ولا بعد التعديل؟ معايا يا شباب؟ لما قرأ قيمة الترانزاكشن قبل ولا بعد؟ هلا هون بيجي بدخل بمفهوم ايش؟
هون بفور. ليش؟ لانه التنين على نفس المستوى. شايف هون جمع حكى عيسى كاتب لي عن هذا التو ترانزاكشن هون لما اذا تيجي تنفذوا ترانزاكشن 1 و 2 مع بعض تنفذوا اوكي بنفس الوقت هون حيقرا قيمه اكس. لنفترض انه قيمه اكس عندي هون 80 وقيمه هون 80 اوكي اكس وقيمه الان 5. هلا افترض ان عندك قيمه الاكس هاي هون قيمة X افترض انه قيمة X تساوي قيمة X تساوي 80 اوكي و N تساوي قديش 5. طيب هلا هون لما قلنا X X ناقص 5 قديش القيمة صارت؟ شو صار؟ صارت الاكس قديش قيمتها لما يجي يكتبها هون؟ نفترض انه قيمه اكس 80. شايفين معي ولا مش شايفين؟ بدي تجاوب 75. احكي يا عيسى خليهم يصحصحوا شوي. فبتكون هون قيمه اكس بعد ما صار بعد ما يكتب قيمه اكس هون ما حتصير 75 مزبوط رايت قيمه اكس. طب هون تخيل لو قرأ قيمة X إذا قرأها بنفس الوقت لو قرأها بنفس الوقت فهون قيمة X قديش صارت؟ قيمة X هون قديش صارت؟ لنفترض كمان الـ M 4 هاي كمان الـ M تساوي 4 لنفترض. هلا هون شو بده يصير؟ إذا قرأها 80 جاي هون هون بتكون قيمة X 75. طب هون قيمة الـ X قديش؟ هتكون ايش؟ 84. طب هون لما راح كتب شو كانت القيمة؟ 75. طب هون شو كانت القيمة؟ 84. طيب السؤال اي قيمة بده يخزن؟ هاي ترانزاكشن وهي ترانزاكشن اوكي والتنتين شغالين على نفس الداتا ايتم. تنتين شغالين على نفس الداتا ايتم اوكي. فبالتالي في اشي خطأ. انتوا لاحظتوا شو الفكره بقصد فيها انا؟ هاي هذا اللي بنحكي عنه في الترانزاكشن. انت لما يكون شخص واحد بيشتغل على وان ترانزاكشن شغال ما في اي مشكله. مشكلتي احنا فعليا السي بي يو ما بياخذ الترانزاكشن الاولى وبس يخلصها بروح بسوي الترانزاكشن الثانيه اوكي. وممكن تكون الترانزاكشن نفسها جواها اكثر من عمليه. وممكن اعطيك حالات ثانيه انه هون ترانزاكشن 2 تعتمد على قيمه من ترانزاكشن 1 او ترانزاكشن 1 تعتمد على قيمه ترانزاكشن 1. عشان هيك احنا بحاجه لكونكرنسي كنترول هون عشان مين بده ينفذ ومين ما ينفذ. واضح شو الفكره عندي؟ هذا مثال بسيط بس ندخل له بتفاصيل اكثر. انه حنشوف يعني عندي A و B عندي ترانزاكشن 1 و 2 والتنتين بيتعاملوا مع نفس الداتا ايتم شايف. فبالتالي لما يجي يكتب هون رايت اكس او يكتب هون رايت اكس شو حيكتب هون؟ حيكتب هل هون بده يكتب 75 ولا بده يكتب 84؟ وضحت الصورة؟ طيب خلينا نشوف. عشان هيك احنا لازم احنا بحاجة لإشي بنسميه concurrency control. concurrency control هو بده يتحكم بهاي العملية. يعني العملية مش فوضى انه تصير هاي المشاكل. لهذا السبب احنا بحاجه يحل لنا مجموعه من المشاكل. اذا concurrency control problem cure with ايش current ايش transaction. هلا من المشاكل بتصير في concurrency control في شيء بسموه lost update problem. انا بذكرهم ذكر وبعدين بشرح كل واحده فيهم. او the temporary update او بسموها dirty read اوكي. في كمان هاي مثال عليهم انا بورجيكم اياه. او في كمان مشكله ثالثه بسموها incorrect summary problem اوكي. في كمان مشكله بسموها unreputable read problem اوكي هاي الرابعه. هلا واضح هدول اهم اربع احنا الاسباب اللي هي احنا بحاجه. هلا اول واحده اللي هي lost update problem queues with the two هلا متى بتحصل هاي المشكله؟ لما يكون عندي two transaction update the same data item but both read the same original value
بيفور ابديت. والمثال على الكلام هذا لاحظ شو هي اللوست ابديت بروبلم، هي مشكله. هدول المشاكل ترتب عليهم احنا بحاجه لشيء بنسميه كونكرنسي كنترول، انه بيكون عندك تو ترانزاكشن بيقراوا نفس الداتا ايتم اوكي ذا سيم اوريجينال فاليو بيفور ابديت. المثال اللي عليه لاحظ هي هون سواك، لاحظ هون قرا وهون قرا اوكي، هون كتب قرا بعدين كتب، لاحظ هون لاحظ ايتم داتا ايتم اكس هاز انكوركت فاليو بيكوز ات از ابديت باي تي 1 از لوست. يعني لاحظ هون قرا وهون قرا، بس لاحظ لما قرا هون ما كان معدل، فلما في الترانزاكشن 2 لاحظ هذا التمبرري ابديت، لا التمبرري ابديت عفوا، هون الابديت بروبلم اللي هي هاي الحاله، الاثنين قرأوا نفس، لاحظ قرأوا بنفس الوقت، هون سوى تعديل وهون سوى تعديل، هلا هون سوى ايش رايت للاكس رايت للاكس اوكي. هلا هون في داتا بتصير ايش بسموها ايش شو بصير في لوست في الابديت بروبلم اوكي. ليش؟ انه قرأوا الاثنين بنفس الوقت، الاثنين سوى عمليه، هلا قبل الاثنين قرأوا بيفور ابديت، يعني الاثنين قرأ القيمتين قبل التعديل، قرأوا التنتين قبل التعديل. هون لاحظ لما سوى في ترانزاكشن 2 لما قرأ قيمة X قبل ما يعدلها، هون شايف هلا عدل هون وعدل هون، فصار ايش لوز لا ايش الابديت، في واحدة منهم ضاعت، هذا بسموه لوز ابديت. هذا الكلام حتشوفه كمان موجود هاي هون، هاي نفس الشيء هون ايه، لاحظ قرأ سواء هلا كانت على نفس المستوى قرأ بس لما قرأ هون ما كان كاتب لسه، لاحظ انت خذ معك التايم، فبالتالي لاحظ لما اجى يكتب فقد القيمه اللي هون، لاحظ فقد القيمه اللي هون اوكي. وتحط الصوره، هلا لو رجعت على الكتاب محطوط المثال كامل مع شرحه وحاطط لك القيم، فضروري هذا بسموه ايش، هذا النوع الاول بسموه lost update problem. هلا النوع الثاني بسموه ذا تمبرري ابديت او بسموه ديرتي ريد بروبلم. هذا ايش؟ اذا كانت ترانزاكشن 1 ابديت از ا داتابيز ايتم اكس which is access read by the another transaction 2 then t1 failure for some reason. يعني هلا لاحظ ترانزاكشن اول قرا سوى ابديت، بعدين ترانزاكشن اثنين لاحظ قرأ، هلا صار مشكله لسه ترانزاكشن 1 ما خلص، صار مشكله صار فيل اوكي. واحنا حكينا قبل شوي لما بيصير فيل شو بيصير في هاي الحاله، بيلغي ترانزاكشن 1، فبالتالي لما قرأ لاحظ باي اكس واز ريد باي تي 2 بيفور ات از فاليو از تشينج باك، بيصير شيء بسموه رول باك او اندو. هلا لما بيصير اي فيلر في ترانزاكشن 1 بيصير عمليه بسموها رول باك، او انتم اخذتوها بالوورد والاكسل، لما شيء انت سويته وطلع فيه غلط شو بتسوي في الوورد؟ تروح تكبس على القائمه فوق بتسوي شيء بيسمى اندو اوكي، او رول باك. شو الرول باك؟ الرول باك المقصود فيه انه هلا احنا حكينا قبل شوي انه الترانزاكشن هي عمليه كامله من بدايتها لنهايتها، اذا صار اي مشكله جوا الترانزاكشن بده يسوي شيء بسموه رول باك او ريكفري، يعني برجعك للحاله اللي كنت فيها قبل ايش عمليه الترانزاكشن. عشان تفهمها اكثر طلع، لاحظ هون قرا ريد عدل، هلا هون في ترانزاكشن لما ريد قرا القيمه، قرا القيمه ايش؟ شو قرا القيمه هون؟ لما قرا القيمه هون شو هي القيمه لما قراها؟ قراها من ناتج ترانزاكشن 1 اوكي. هلا خلال ترانزاكشن صار فيلر، فبالتالي بده يلغي هاي، فبالتالي لما قرأ القيمة هون اللي قرأها قرأ القيمة بعد التعديل، لاحظ بعد التعديل، بس الترانزاكشن ما خلص لسه T1 لسه شغال، صار فيلر إذا حيرجع لقيمة X للقيمة القديمة اللي هي قبل إيش الترانزاكشن. في هاي الحالة شو بده يصير؟ فبالحالة هاي ترانزاكشن لما قرأ قيمة X قرأ قيمة temporary
اللي هي موجودة من الترانزاكشن، صار مشكلة على ترانزاكشن 1 صار فيلر، صار إيش بسموه رول باك، فبالتالي هون أخذ قيمة مش صحيحة T2. إذن T2 has read the temporary incorrect value of X. وتحط الصورة هاي كلها مشاكل لابد إيش نحل هاي المشاكل. وتحط الصورة يا شباب هاي بسموها the temporary update. هاي كل هاي المشاكل إجا عنا بنسميه concurrency control يحل هاي المشاكل. طيب الحالة الثالثة the incorrect summary problem. When a transaction is calculating aggregation summary. شو المقصود بالaggregation summary؟ Aggregation summary function of a number of records. يعني بيكون عندي، احنا خدنا سابقا تتذكروا في بعض الترانزاكشن بتكون تجميع العمليات، مثل مثلا طلع لي مثلا مجموع رواتب الموظفين. على مجموع رواتب الموظفين ايش هي؟ بده يروح ياخذ كل راتب كل واحد يجمع لي بيعطيني قيمة، صح ولا لا؟ هاي بسموها مثلا summary function as a number of record. يعني بيجمع مجموعة من record. For example مثلا sum of total، ماشي، مثلا sum of total of all bank account balance، بده يجيب مجموع الاكاونت عنده كليتهم. While other transaction are updating some of these record. For example transfer large amount of between two account. هلا انت بتطلع السم، طلعت السم، لاحظ شو بيصير؟ incorrect summary بيكون صار ابديت على احد الريكورد اللي موجوده في السمري، فبالتالي شو بده يصير؟ بده يطلع عندك السمري فيه غلط، صح ولا لا؟ السمري حيطلع عندك غلط. ليش بيطلع عندك غلط؟ لانه انت طلعت المجموع، المجموع اللي انت طلعته صار في بعض الاخطاء في احد صار تعديل في احد الاعداد الريكورد الموجوده في السمري. هذا بسموه may read some value before they are updated and other after they are updated. مثال عليها، لاحظ هاي transaction 1، لاحظ هون طلع الصم، الصم يساوي read قرأ القيم A وطلع الصم، هاي الصم قرأ قيمة transaction 3، راح قرأ قيمة X عدلها، اوكي قرأ قيمة X. هلا هون السمري بعدها read X summary بيساوي صم، اوكي read item Y سمري زاد اي توام صار تعديل على قيمة واي، لاحظ. فبالتالي شو بقول لك؟ بقول لك transaction 3 read x، لاحظ after n is s subtract and read y before n، لاحظون قرأ قبل n هون بعد n، لاحظ. فبالتالي ايش؟ wrong summary it is result of by n، يعني فبالتالي حيطلع في عندي wrong. فبالتالي بدنا نفهم هاي مشكلة، انه لما بيجي بيسوي عمليات حسابية جمع او شغلات sum average max كذا وبيصير تعديل على القيمة، قيمة لاحظ صار تعديل على القيمة، في هاي الحالة شو بيصير؟ بيصير بطلع عندك السمري مشكلة. هاي الحالة رقم 3. الحالة رقم 4 اللي هي unrepeatable read problem، اللي هو كيف بتصير هاي الحالة؟ بتصير لما بيكون transaction 1 T1 may read any item say available or sets of later. Okay. T1 may read the same item again and get a different value because another transaction T2 has updated the item or reserve state of the between two read by T1. مثال عليه، انه هاي شو مقصود فيها؟ المقصود فيها انه بيكون نفس القيمة مرة مرة مثلا تي قيمة مثلا خلينا نقول مثلا X مثلا اول مرة اخذ قيمة ومرة تانية X اخذ قيمة، طب اي القيمتين بدها تكون صح؟ ليش؟ لانه بيكون transaction مثلا T1 اخذت قيمة X، T2 غيرت قيمة ال X مرة تانية، فبالتالي انا صار عندي ايش؟ صار في عندي conflict، صار نفس مثلا القيمة اخذتها مرتين، مرة اخذت قيمة ومرة اخذت قيمة، هاي بيسموه unrepeatable read problem. اوكي هاي المشاكل كلها، عشان هيك احنا بحاجة لإشي اسمه إشي بنسميه concurrency control. اذا في اربع مشاكل رئيسية بالترانزاكشن اللي هم lost update problem، temporary update او بسموه dirty read، او اللي هو incorrect summary problem، واخيرا اللي هو بنسميه
Repeatable Read Problem. هدول أربع مشاكل، لهذا لابد أنه يكون عندي اللي هو Concurrency Control. أوكي؟ ظل عندنا 10 دقائق بس خلينا نأخذ لهذول. هلأ عشان هيك إحنا بحاجة لإشي بنسميه Recovery. الريكفري معناها انه نرجع نظامنا لحالته الصحيحه، يعني مثلا سويت ترانزاكشن، صار الترانزاكشن فيه اخطاء في ترانزاكشن معين، يلاحظ لو هاي الاخطاء راح تطبقت على الداتابيز بيصير عندي مشكله في الداتابيز، فلذلك لابد، لاحظ مره ثانيه، لابد ايش انه ايش يكون، لابد انه اسوي ريكفري. هلا الاسباب اللي بتخلي يصير فيلر، يعني الترانزاكشن كتي 1 2 متى بصير فيها فيلر؟ في عندي مجموعه من الفيلر، شو انواع الفيلر ممكن يصير في الترانزاكشن، بس بذكرها ذكر، والمحاضره الجايه بناخذهم بالتفصيل. اول شيء عندي في شيء اسمه الكمبيوتر فيلر او بسموه سيستم كراش، في ترانزاكشن اور سيستم ايرور، في عندي اللوكال ايرور اكسبشن كونديشن او الكونكرنسي كنترول انفورسمنت، بعدين في عندي شيء اسمه ديسك فيلر، وفي الفيزيكال بروبلم اند ايش، هدول الانواع الفيلر. عشان هيك احنا بحاجه لشيء اسمه ريكفري عشان ايش نحل هاي المشاكل، حنتكلم عنهم ان شاء الله هدول بالتفصيل. طيب محمود صافي سكر كاميرتك، سامعيني؟ طيب خليني هلا مدور الشباب. اوكي طيب اجي هون. اوكي هلا بالنسبه لا هاي شايفينها كلها معاي، شايفين دكتور؟ نعم. هلا اليوم سويت امتحان، واجه بعض الطلاب بعض المشاكل. اول مشكله مش عارفين وين الامتحان، الامتحان موجود على منصه الامتحان مش على الامس هون، وانا ذاكر لك هون، هيني هون كاتب لك في شيء اسمه منصه الامتحان. احنا كم واحد معنا؟ 17 طالب من اصل كم حاضرين اليوم؟ من 23، يعني غياب في 6 على الاقل. الامتحان عشان بكرة تقدم، الامتحان بكرة الساعة 9:15، 9:15 على قبل هيك إذا دخلت على امتحان عليه باسورد. هاي ما اتصلوا فيه طلاب شو الباسورد امتحان؟ أنا الباسورد على 9:15 بلغيها، فتسعة وربع بتدخل بتلتغى الباسورد. أول إشي امتحان مدته 40 دقيقة، في عندك 20 سؤال مالتيبل شويز ما بين ترو فولس أو مالتيبل شويز. الرجوع للسؤال دكتور؟ الرجوع بترجع للسؤال بكل أريحة، في عندك في الشاشة على اليمين تكبس على اي سؤال وترجع عليه. الرجوع للسؤال مسموح لعندي امتحاناتي كلها، واساس طلع قرار للجميع انه لازم في تقدر ترجع على اي سؤال. هلا زمن الامتحان 40 دقيقه، انت لازم تكون، انت ما بتدخل على الامتحان من على 9:15، انت جرب اليوم ادخل على منصه الامتحان او قبل الامتحان بربع ساعه، تاكد انه الباسورد واليوزر نيم صحيح، لانه اتصلوا طلاب بيدخلوا على منصه الامتحان مش ظابط معهم. اوكي هلا الامتحان مدته 40 دقيقة، بيبدأ الامتحان الساعة 9:15، بعد 40 دقيقة بنتي 20 مالتيبل شوز، يعني لا حتكتب ولا إشي بس حتختار الجواب. هلا حيطلع السؤال زي بعض اليوم، السؤال في الشاشة طلعت السؤال مش كامل أو جوري للسؤال مقصوص، مش مقصوص، في جاي سكرول بار حركه شوي كم بتشوف بقية السؤال. مادة الامتحان أنا حكيت من الأسبوع اللي فات حطيت لك مادة الامتحان اللي هي ريشنال موديل، وفي الستورج أند فايل، وفي عندي الاندكسن اند هاشينج، هدول المواضيع اللي مغطي فيها الامتحان. انت مش عارف موقع الامتحان، ادخل على صفحتك للمس مكتوب منصه الامتحان، اكبس عليها هيك. شايفين معي انتو؟ شايفين دكتور معك. هاي بيعطيك اللينك، اكبس على هذا اللينك بيوديك على الشاشه هاي، هاي الشاشه شايفينها كلكم انتو معي؟ هاي شاشة دخول الامتحان، هاي منصة الامتحانات اللي هو julms.com، بتسوي دخول. في البعض الدكتور ما أنا داخل، يا عمي أنت داخل هذيك منصة وهي منصة الليرنينج مانجمنت سيستم، الماتيريال والوظائف وكل شيء، هاي بس للاختبارات اللي هو الامتحان الميد والفاينل، بس هاي مخصصة للاختبارات. تدخل عليها يوزرك، رقمك الجامعي، رقمك الجامعي، لا في كاتب لي الهام،
كتبان انه السؤال لما بتيجي تحرك السكرول بار بياخذ وقت، ولا بياخذ وقت، ما بياخذ جزء من الثاني، بتقرا بالسؤال بتحركه، بس بياخذ وقت اذا بدك تنزل السؤال تسوي له كوبي وتروح تدور عليه سيرش انجن، تدور على الاسئله في المحركات البحث زي ما بيسوي بعض الطلاب، بياخذ وقت اكيد. اما السؤال ما مكتوب سطر وتحرك السكور بار بتقرا فيه وتزيح شويه، مش صعب. الدكتور لو كبرت لنا اياها انه يصير انه واضح. انا اوريدي سويت الاعدادات هاي سابقا، بس صار في على التمبلس في الفريمات شويه المره الجايه، بس المره هاي انا اوريدي جاهزه، ما حرجع اعيد الاسئله اكتبها مره جايه. بتحرك السكور بار شويه ببين السؤال، السؤال كل اطول سؤال سطر ونص، حتى لو كان على التليفون، حتى انت تمسك التليفون بالعرض ببين، بتزيح السكرول بار شوي بتشوفه، ما بياخذ معك وقت. بس اذا بدك تنسخه وتروح تدور على السيرش انجن اوف جوجل وياهو، اكيد بده ياخذ وقت، ما حيقضيك الامتحان. الدكتور اعطينا شويه وقت زياده، مش زي هذا 40 دقيقه. السؤال من ماده اخذت اول شيء واحد، اثنين انا معطيك على كل سؤال دقيقتين وانت جاهز يعني بتقرا السؤال وتجاوب، اما اذا بدك تروح تدور على الاجابه اكيد ما حيقضي بصراحه، انا معك صريح. مش حندور، خليني ادخل اورجيك بس الامتحان. هلا هلا بتدخل على الامتحان بتلاقي موادك انت، ماده قواعد بيانات بتدخل. هلا انتم بالاصل ما تدخلوا على الام اس، انتم ادخلوا مباشره على منصه الامتحانات، حتلاقي مجهز لك رقم تلفوني اذا صار عندك اي مشكله بترن لي، او بفضل انا مترني على التليفون، حاطط لك منصه التعليق اللي هو منصه اللي هو عشان تدخل على زوم، تكبس على منصه التعليم الالكتروني اللي هو زوم من هون وبتشبك معي بتقدر تسالني. هلا كم امتحان؟ امتحان هاي ايقونته الامتحان النصفي، بتكبس عليه، لما تكبس عليه بيطلع الامتحان. اعطيك مثال، مثلا بديش هاي الماده لانه امتحاننا، بدي اعطيك امتحان اليوم، امتحان الصبح نظم استرجاع، هاي امتحان النصفي، لاحظ هون مش راح يظهر، بس خليني ادخل انا بطريقتي لانه خلص الامتحان. هلا الامتحان ما حتطلع النتيجه الا بعد ما يخلصوا كل الطلاب عشان تكون بالصوره، هاي مثلا بريفيو، لاحظ بيطلع لك جاي هيك لما تيجي تنفذه، بيطلع لك اقسم بالله العظيم بتقول له قم قدم الاختبار الان، بيطلع علامه دكتور، بيطلع عندك مثلا هاي السؤال. هلا السؤال بيطلع، هلا في طرف شوي مش مبين عندك في سكرول بار، هيو هيو واضحه، بعدين السؤال كل سؤال سطر هيو، بس بدك تقراه وهي الجواب. هلا الجواب ترو فوس، تختار يا ترو يا فوس، هيها اذا كان سؤال مالتيبل شويز مثلا، هاي السؤال مالتيبل شويز اي بي سي دي، هاي اي بي سي دي، انت السؤال مثلا اللي اخترته هيو، ها لاحظ هاي السؤال ماشي، اذا جوابك اي بتختار من هون هاي اي، اوكي هاي اي، إذا جوابك بي بي، إذا جوابك سي هاي سي، انتهى. السؤال دكتور بس. نعم. صح راح ضل موجود نقدر نحرك عشان نشوف السؤال ولا؟ نعم. السحاير راح ضل موجودة في السؤال يعني أحركها من تحت عشان يبين. إذا كان طويل السؤال شوي في سكرول بار بتحركها بالضبط. وما حياخذ معك وقت، يعني اللي بيقولوا لي بياخذ معك وقت هذا الكلام مش لأنني قدامك بشخي ما أخذ لحظة هيك ها دقيقة. وفي طالب قال 10 دقائق لما عرف، انا جاوبت على كل الطلاب من مباشره، يعني هذا مش عذر لك ولا يعني بصراحه انا ما الامور هاي مش داخل مخي بصراحه، لانه ما في السؤال انت بتقرا فيه، بس انا بقول لك ليش باخذ معك وقت اذا بدك تنسخ السؤال وتروح تدور عليه بعدين عشان اريحك، يعني اوكي هاي السؤال موجود بدك تنسخ السؤال وتدور عليه بغلبك في النسخ، اما اذا تقرا قراءه ما بغلبك. وضحت الصورة؟ يا شباب واضحة الأمور؟ يعني هي أنت في الأصل ما تدخل على الامس، ادخل على منصة الامتحان حتلاقي الامتحان موجود عندك 9:15، إذا دخلت قبل 9:15 حتلاقي عليه باسورد، 9:15 الباسورد أوتوماتيكي تلتغى، العلامة ما حتطلع إلا ما ينتهي الامتحان، لما كلكم تنتهوا الامتحان ويسكر الامتحان تظهر العلامة. يعني في أي استفسار؟ على كل موضوع من الشباب المعدل من 6 إلى 7 أسئلة كان ما بين multiple choice وترو وفوز، رجاء ما حدا يغيب لأنه الغياب ما حتكون أسئلة multiple choice، زي ما حكيت اللي حيغيب حيكون كتابي لأنه بكون أخذ شانس غيره وبعدين بده يجيب عذر أساسا ليش ما إجا، وما حيكون multiple choice حتكون أسئلة كتابية، فرجاء بلغ الجميع
لانه انا من حقي اختار اسئله سواء ملتيبل شوز او ترو فولس او اس اي تكون الاسئله، فبالتالي ما حدا